السلام عليكم ورحمة الله إخوان، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو اليوم هو عبارة عن تعليق أو إضافة لفيديو الأخ منصف صاحب قناة تعليم كاميرات مراقبة حول هذا النوع من كاميرات المراقبة أو ما يعرف بكاميرات البوكس. ومن كاميرات المراقبة الكبيرة الحجم التي لا نجدها في الأسواق وفي المحلات التجارية مثل هذا النوع. وهذا النوع أيضا كما ترون هي كاميرات كبيرة الحجم، لكن في الحقيقة يا إخوان هي ليست كاميرات، هي بروتكشن للكاميرات المراقبة، يعني هي حماية أنتي فوندال، يعني ضد التخريب. كوني ما زلت أحتفظ بواحدة كتذكار، وكذلك هذه العلبة، وكذلك هذه العلبة التي هي فقط للحماية فقط. كان الأخ منصف قد تحدث عن هذا الأمر وأردت أن أضيف شيئا ما كوني أتوفر على هذه الكاميرا. وهذه الكاميرا كانت رائجة في الماضي وكانت على رأس الهرم لكاميرا المراقبة، لا من حيث الجودة ولا الأداء، والثمن ديالها كان مرتفع شيئا ما مع البوكس. فلنلقي نظرة عن قرب على هذه الكاميرا. فإذا كما تلاحظون فهذه هي الكاميرا التي تكلم عنها الأخ منصف صاحب قناة تعليم كاميرا المراقبة. هذه الكاميرا كانت تتكون من قطعتين، الكاميرا والأوبجيكتيف أو العدسات اللينز، هي عبارة عن قطعتين. يتم اختيار العدسة حسب الطلب، يعني حسب الصورة المرغوب في ضبطها. كانت هناك هذه العدسات على قياسات مختلفة، مثلا هذه العدسة هنا على تتغير من 6 ملم إلى 15 ملم، وهذه ما بين 3 إلى 8 ملم. وهذه الميزة لاختيار الأوبجيكتيف أو اللينز هي كانت ميزة، صراحة كانت ميزة يعني جيدة. يتم ضبط الصورة سواء كانت مثلا المنطقة التي نقوم بمراقبتها مثلا منطقة بعيدة أو قريبة، فهنا كانت هذه الخاصية جيدة، وكانت لهذا كانت تعمل هذه الكاميرا في جميع الأماكن وفي جميع الحالات. فقط يتم اختيار العدسة، هذه العدسة لم تكن أوتوماتيكية بل كانت يدوية. نقوم بضبط الزوم، هنا الزوم وهنا الفوكس على هذا الشكل، نقوم بتدويرها هكذا الزوم، ثم نقوم بضبط الفوكس. وكانت لها ميزة ثالثة وهي الإيريس، والتي كان هذا الإيريس كان أوتوماتيكيا، بحيث بعض العدسات كان لها كابل ونقوم بتركيبها هنا في هذا المكان. هنا مدخل الباور والبي ان سي، وكذلك بعد هنا نقوم بضبط الصورة مثلا، هنا الإضاءة. حقيقة كانت كاميرا رائعة فيما مضى، تقريبا منذ حوالي 10 أو 12 سنة قل الطلب على هذه الكاميرات. عندما ظهرت الكاميرات على هذا الشكل، يعني مضادة للماء والغبار، وكذلك تحتوي على زوم فاريفوكال يدويا هنا تحت هذا الغطاء، وهذه الكاميرا غنية عن التعريف. أما بالنسبة للغطاء للحماية فهو كان على هذا الشكل، هذا عبارة عن غطاء ليس إلا، لديه مروحة، وهنا هذا المكان نقوم بتثبيت الكاميرا على هذا الشكل، ونقوم بضبطها على حسب الصورة مع هذا البرغي هكذا، ونقوم بضبطها في هذه القطعة هنا. الغطاء أيضا يتوفر على بعض المميزات، مثلا المروحة عندما تسخن الكاميرا مثلا في الصيف تكون الحرارة، تقوم بهذه المروحة بالعمل أوتوماتيكيا، لدينا هنا حساس الحرارة.
هنا هذا الغطاء لا يتوفر على الليد انفراروج. هناك بعض الموديلات التي تتوفر على الليد انفراروج لتوفير رؤية ليلية بالأسود وبالأبيض والأسود. وكان هذا الغطاء كان مضاد للماء على هذا الشكل، مضاد للماء والغبار هكذا. والكابليات نقوم بتمريرهما من هنا، وكذلك نضيف ما يسمى بالسيبور لنقوم بتركيبها إما مع الحائط أو في السقف حسب الطلب. أيضا كان هناك ذراع، هنا ذراع يعمل بمحرك يقوم بتدوير هذه الكاميرا يمين ويسار أو فوق وأعلى، وكانت تعمل فقط بأزرار، يعني أزرار يمين يسار فوق تحت، وليس مثل التكنولوجيا البي تي زد التي نعرفها الآن. ولكن لا زالت هذه الكاميرا موجودة في الأسواق في حلتها الجديدة طبعا ومميزات متطورة، ولكن الطلب يبقى قليل عليها. ما تنساوش تدعمونا الفيديو بشي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.